توسيع يعني ضرب ستة ضرب واحد ضرب ستة، ستة ضرب ناقص خمسة أمس بيطلع ناقص 30 أمس، يعني ناقص ضرب زائد بيطلع جواب ناقص. اوكي هلا ناقص اثنين ضرب واحد ناقص اثنين، ناقص اثنين ضرب ناقص خمسة بيطلع جمع 10 3. ثالث وحدة 3 ضرب 12، 3 ضرب 3 R كلها بيطلع 9. رقم 4 3 ضرب 6 18 R، و 3 ضرب 8 24 زائد 24، 4 ضرب 3 4 ضرب 2 32 ألف زائد 4 ضرب 2 زائد 8. هلا ناقص ضرب ناقص بيطلع زائد 2، كمان ناقص ضرب ناقص بيطلع زائد. هون عنا ناقص 6 ضرب 7 كي يعني ناقص 48 كي، ناقص ضرب زائد هون بيطلع ناقص، ناقص 6 ضرب 11 بيطلع ناقص 66. رقم 8 ناقص 3 ضرب 7 ناقص 21 ان، ناقص 3 ضرب زائد 1 ناقص 3، ناقص 6 ضرب 1 ناقص 6، ناقص 6 ضرب 11 ناقص ضرب زائد بيطلع ناقص 6 ضرب 11 66، وبدنا نكتب البي. ناقص 10 ضرب اي ناقص اي، ناقص 10 ضرب ناقص 5 بيطلع زائد 50، زائد لانه ناقص ضرب ناقص، ناقص 3 ضرب 1 ناقص 3، ناقص 3 ضرب 2 بي بيطلع ناقص 6 بي، ناقص 3 ضرب 2 ناقص 6 بي. هلا ناقص 4 ضرب 3 يعني ناقص 12، بدنا نحط الاكس كمان ننساها، ناقص 4 ضرب 2 زائد بيطلع ناقص ضرب زائد ناقص، و 4 ضرب 2 8. هلا هيدي رقم 13 معناتها عندها هيدي الاقواس ضرب ناقص 2، فيني بدلهم حط ناقص 2 بالاول وارجع بكتب تاني 1 3 ناقص 7 كي، برجع بعمل يساوي الجواب ناقص 2 ضرب 3 ناقص 6، ناقص 2 ضرب ناقص 7 بيطلع زائد 14 اوكي. رقم 14 ناقص ضرب زائد بيطلع جواب ناقص 20 ضرب 8 بيطلع 160، وبالمرة ننسى الاكس كمان، ناقص 20 ضرب زائد 20 ناقص ضرب زائد ناقص 20 ضرب 20 400. كمان عندنا هون 7 زائد 7 ضرب ناقص 15، اوكي فينا نعملهم هيك، اول مرة هيك ثاني مرة ناقص 15 ضرب 7 بيطلع 70، 35 105، والإشارة بدها تكون ناقص 19 ضرب 5 بيطلع ناقص 285، ما بدنا ننسى البي. هون كمان 14 ضرب اكس بيطلع 14 اكس، 14 ضرب 1 بيطلع جواب